السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن سرقة فيلة الفنان خالد عجاج. طلع وقال ان الفيلا بتاعته يا جماعة اتسرقت وعمل محضر في القسم. اقول لكم تفاصيل الواقعة كلها بعد ما طلع وقال ان انا اتسرقت، شقة عمري كله ضاع، كان شايل فلوس وحاجات في الخزنة، كله اتسرق. اقول لكم شوية تفاصيل والموضوع، وكمان اتكلم معاكم النهاردة عن الموت يفجع الفنانة هدى رمزي. الفنانة المعتزلة هدى رمزي يا جماعه اتوفى ابن اخوها. اقول لكم شويه تفاصيل. كنا نتكلم معاكم النهارده عن وفاه فنان شاير بعد ما كان في حفله وعامل بث مباشر فجاه اتوفى. اقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. هبتدي معاكم باول موضوع، موضوع الفنان خالد عجاج وسرقه الفيلا بتاعته بعد ما طلع وقال تحويشه عمري ضاعت. الموضوع او القصه اقول لكم. الكاميرات تكشف هوية لص فيلة الفنان خالد عجاج ب6 اكتوبر. اجرى فريق البحث المشكل بمدير المباحث الجنائية بالجيزة تحريات مكثفة في واقعة سرقة فيلة الفنان خالد عجاج باكتوبر، وتم رفع البصمات من كافة ارجاء الفيلا، الابواب والنوافذ والدواليب وابواب الغرف، ومضاهطة ببصمات عدة عناصر اجرامية مرتكبة للجرائم المماثلة لكشف هوية لص فيلة المطرب خالد عجاج في مدينة 6 اكتوبر والتي تعرضت للسرقة. وتكثف الاجهزة الامنية بالجيزة، مساعد مدير الداخلية مدير أمن الجيزة مع جهود البحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واختار النيابة العامة التي تولت التحقيقات. بيقول لك كمان الموضوع ده حصل في فيلته اللي في 6 اكتوبر عقب عودته من السفر. لقى ان الفيلا بتاعته الباب متكسر وكل حاجه مسروقه في الفيلا. لما دخل وعين الفيلا بتاعته لقى ما فيش اي حاجه، كل حاجه مسروقه. بيقول لك الفيلا بقت على الجنط زي ما بيقولوا. فعمل محضر في اسم شرطه 6 اكتوبر، وطبعا عملوا التحريات الاوليه ورفعوا البصمات والكلام ده كله، وامبارح كشفوا هويه السارق او هوية الشخص اللي دخل واقتحم فيلة الفنان خالد عجاج اثناء سفره لالمانيا. وطبعا تم القبض عليه وبيحققوا مع الوقت في موضوع الحاجات اللي سرقها من فيلة الفنان خالد عجاج. مش اول سرقة يا جماعة تحصل. من يومين برضو الفنانة فريدة سيف النصر طلعت واعلنت ان هي الشقه بتاعتها اتسرقت، بس هي عارفه مين اللي خد الحاجات منها. قالت ان هي كانت سايبه خادمه في تخلي بالها من الشقه عقبال ما هي ترجع برده من السفر، جت لقت كل حاجه مسروقه وكانت عارفه ان اللي عامله كده الخادمه وعملت محضر في الاسم فيها. الموضوع اللي بعد كده موضوع وفاه فنان شهير بعد ما كان عامل حفله وعامل بث مباشر فجاه ركب عربيته وكان مروح عمل حادثه بالعربيه. اقول لكم شويه تفاصيل ومين الفنان ده. وفاه الفنان النوبي محمد فوزي في حادث ماساوي هزت الوسط الفني. لقى الفنان النوبي الشهير محمد فوزي حتفه فجر يوم الاثنين اثر حادث سير مروع على الطريق الصحراوي الغربي بين اسوان والقاهره. وقع الحادث بالقرب من مدخل قرية بنبان، حيث اصطدمت سيارة الفنان بسيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرعه وآخرين، فضلا عن إصابة 14 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. كان فوزي في طريقه لإحياء حفل زفاف في مركز إسنا بمحافظة الأقصر عندما وقع الحادث المأساوي، وقد تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينما نقلت الجسامين إلى مشرحة المستشفى. ومن المقرر أن يشيع جثمان الفنان الراحل يوم الاثنين في مسقط رأسه بمركز نصر النوبة، حيث تقام صلاة الجنازة في مسجد قرية بلانة وسط حزن عميق من محبينه وأهالي المنطقة. بصوا يا جماعه، الفنان النوبي ده يا جماعه امبارح تصدر الترند بعد وفاته. عمل حادثه يا جماعه صعبه، مسافه ما يعني العربيه اتقلبت بيه مسافه ما مات، لا حول ولا قوه الا بالله. وطلعوا اعلنوا الخبر وطلعوا اعلنوا ميعاد تشييع جثمانه، لا حول ولا قوه الا بالله. زي ما قلت لكم في لحظه الواحد ممكن يكون بيتكلم وفي لحظه يموت، في لحظه كده الواحد ممكن يحصل له اي حاجه يتوفى في ساعتها.
مفيش بقى ناس بتتعز، الناس لسه بتحقد وبتدي على بعضيها وبيغلوا من بعض، والعمر لحظة زي ما قلت لكم. الموضوع اللي بعد كده، الموت يفجع الفنانة المعتزلة هدى رمزي، ابن أخوها توفى وظهرت وهي منهارة انهيار تام أثناء تشييع الجثمان. أقول لكم شوية تفاصيل. هدى رمزي في عزاء صلاح رمزي نجل شقيقها، ابن أخوها جماعة. هدى رمزي في عزاء صلاح رمزي نجل شقيقها، حرصت الفنانة هدى رمزي على حضور عزاء صلاح رمزي نجل شقيقها الراحل محمد حسني رمزي، والذي يقام داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين. وزارت هدى رمزي في حالة صعبة متأثرة برحيل نجل شقيقها صلاح رمزي، وحرص عدد من الفنانات على مساندتها ودعمها في مصيبتها. توفي شقيق شريف رمزي يوم الأربع الماضي بعد صراع مع المرض ودخوله في غيبوبة استمرت قرابة عام ونص. وشيع جثمان صلاح رمزي من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وحرص عدد من الفنانين على الحضور، منهم الفنان أشرف زكي وريهام عبد الغفور والمنتج كريم السبكي ومحمد السبكي والمخرج محمد شاكر والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام جمال وطبعا دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم كانوا أول حضور في العزاء. دي وصية والدتهم يا جماعة، يتلوم ما تفوتوش أي عزاء يحصل زي ما هي كانت بتعمل. تفاصيل وفاة ابن أخوها جماعة، ابن أخوها أساسا كان عنده سرطان الرئة بقاله 6 سنين وكان بيتعالج بقاله فترة منه لغاية ما تعب فترة كده يعني. بعد العلاج اللي كان بياخده خد كيماوي وبعد كده خد إشعاعي، فدخل عشان يعمل عملية جراحية. بعد ما خرج من العملية قعد فترة 3 أسابيع بالظبط، وبعد كده تعب تعب جامد تم نقله المستشفى. رجع تاني برضو تعب فترة، قعد 1.5 سنة في غيبوبة في المستشفى بسبب سرطان الرئة. زي ما قلت لكم يا جماعة، السرطان ده مرض لعين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ما الإنسان يحس إن هو بيشفى منه يرجع ويهاجمه تاني. فدخل في غيبوبة لمدة 1.5 سنة بسبب سرطان الرئة، وبعد كده اتوفى لا حول ولا قوة إلا بالله. ومبارح كان تشيع جثمانه، والمفروض الأيام الجاية هيعلنوا عن ميعاد أو مكان اللي هياخده في العزاء. طبعا هو والده مخرج وعمته فنانة شهيرة هدى رمزي، فطبعا هيحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام العزاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم تدعوا الجميع موتى المسلمين بالرحمة، وأتمنى منكم تدعوا الجميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة، واللي يشترك عندي يا جماعة في حاجة اسمها بتدوس كده على تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديدة. وكمان لما بتفعل الجرس بأي فيديو أنا بنزله بيجي، وكمان تفعيل الجرس ده بيبقى الاشتراك يعني صح في أي وقت. لو أنت طلعت من قناتي لما بتفعل الجرس ده ما بيلغيش الاشتراك. بس